يعني جميع الفضائل الفلسطينية تقدر الإسهام المصري والدور المصري والتضحيات المصرية دفاعاً عن القضية الفلسطينية. وهناك تصور اقتناع كامل بأن مصر دورها لا غنى عنه في إطار الحل، وأنها دولة فاعلة ودولة لها اتصالات بكافة الأطراف، وبالمجتمع الدولي يؤهلها أن تستمر تلعب دور إيجابي بهدف تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني. مصر لا تعمل لتحقيق مصلحة ذاتية، مزيد من التعاون المشترك على المستوى العربي والأوروبي لدفع جهود السلام وتشجيع الأطراف على التفاعل مرة أخرى بإيجابية حتى يتم تحقيق التسوية وإنهاء النزاع. فهذا وصل مصر إلى تعطي هذه الأمور الأولوية وتبذل جهودها خلال الاتصالات مع كافة الأطراف. القوات المسلحة المصرية لديها القدرة وإمكانية وتعمل في سيناء وفقا للاحتياجات لمقاومة هذه الظاهرة والقضاء عليها، ونقوم بذلك في إطار الاتفاق، يعني في إطار الاحتياج لتواجد. وطبعا هذا الاحتياج يتم وفقا لتقدير الموقف، ويتم من خلال أننا لنا الحق بأن نتواجد على الأراضي المصرية لمواجهة مثل هذه المخاطر. طبعا لنا علاقات مع الجانب الإسرائيلي، وهناك حوار قائم ودائم يتناول كافة القضايا الثنائية، القضايا الإقليمية، القضايا الأمنية، ولكن هذا في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين ولتحقيق المصلحة المصرية. يعني هو كان بالتعريف، لأنه كثير من هذه الدول للأسف أخذت الأمور بشكل سطحي، التعمد في طرح الأمور بصورة مغلوطة وبصورة جزئية، وإشاعة أرقام وإشاعة معلومات لا تتسق مع حقيقة الأمور، وإنما تكرارها بشكل كثيف حتى تستقر في أذهان الرأي العام والإعلام الأجنبي وتصبح حقائق بدون استقصاء وبدون أدلة. وهذا ما نوضحه في اتصالاتنا مع الدول الأجنبية ووسائل الإعلام، ونوضحه ومنها التوضيحات اللي كانت للسيد الرئيس خلال زياراته الخارجية، سواء خلال الاجتماعات المغلقة أو حتى في اللقاء الصحفي مثلا في ألمانيا، عندما طرح السيد الرئيس ووضح للصحفيين الفرق بين الأحكام الغيابية والأحكام الحضورية، وأنه حتى الآن لم يعدم أحد في مصر إلا حالة واحدة اللي هي حالة المجرم في اسكندرية الذي كان يلقي الأطفال من على يعني أشخاص يعني انتهت الأحكام القضائية والأدلة المادية كانت واضحة وأصبحت نهائية، وأخذت القضايا مجراها في الاستئناف وفي النقد وكل المراحل التقاضي، وبالتالي كان أصبح حكم نافذ وتم في شكل متسق مع حكم القانون. فده طبعا هذه المغالطات بتكون لأغراض سياسية لتوجه استمرار ضغوط لصالح أطراف بعينها. ويبدو أننا يعني نكتفي بالرد الإعلامي فقط على هذه الدول، ولم يكن أمر واحد في تحرك إيجابي تحرك فعلي تجاه هذه الدول. فيما يتعلق بقطر تحديدا، يعني السفير تاعها يعني دائما بتكرر انه العلاقات العربيه دائما بتصب خصوصيه، ونتوقع من كما هي عادتنا من الشعب المصري دائما منفتح على اشقائه العرب ويطلع لمزيد من التضامن والاخاء والعمل المشترك.
مشترك في المصلحة، فهذا ينطبق على كافة الدول ونسعى دائما، ومصر كبير دائما تعمل على تدعيم هذه المعاني وأخذ المبادرة للتأكيد وتوضيح أن هذا هو ما يصب في صالح الشعوب العربية. نتوقع أن تبادلنا الدول العربية الشقيقة نفس المنهج، وهذا ما نسعى إليه. أما سيادتك بدأت بفكرة رعاية بعض أطراف المجتمع الدولي لظاهرة الإرهاب، وده طبعا شيء مرفوض وملفوظ من خلال قرارات مجلس الأمن، وتأكيدها بأن هذا عمل أدان لأن تقوم أي دولة بدعم عناصر إرهابية أو توفير الموارد لها أو تسلحها أو توظيفها، وكل مدى المجتمع الدولي يرفض مثل هذه التصرفات وجعلها مرفوضة ومدانة، لأنها في النهاية مهما كان هناك اعتقاد بأن التعامل مع هذه الكيانات أو دعمها قد يكون له مكاسب سياسية، فهناك زخم وتأييد دولي للمبادرة أو للطرح اللي طرحه المبعوث الأممي، واستطاع أن يتفاعل مع كثير من الأطراف السياسية الليبية. فنحن الآن في نقطة الوضوح بالنسبة لأن هم حريصين على مستقبل ليبيا وعلى أراضيها وعلى مصلحة الشعب الليبي في إنهاء حالة الصراع والاقتتال والدخول في تضامن من خلال حكومة وحدة وطنية تعمل على استعادة مؤسسات الدولة وتوفير احتياجات الشعب الليبي. هناك حديث ودعم الشركاء الأوروبيين والمتوسطيين لطرح المبعوث الأممي، ومصر طلعت بدور هام في تنسيق الموقف مع المبعوث والتأكيد على استمرار النهج نحو تحقيق إرادة الشعب الليبي، ونستمر في العمل لهذا الغرض. الشعب الليبي ومصلحته ووحدة ليبيا شيء هام بالنسبة لمصر ومتوابط التاريخية.